الفترة السابقة، لأنه مهم جدا 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 نعرف من أحد المسؤولين داخل النادي الأهلي، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. سيادة العميد، ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك كابتن اسلام، مساء الخير. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك، ربنا يخليك. الحمد لله. بعض القرارات اتخذها النادي الاهلي النهارده بعد الاجتماع الطارئ اللي دعا اليه كابتن محمود الخطيب، بعد صدور قرارات لجنه الانضباط والقيم بعد نهايه مباراه السوبر. برضو ايه اللي حصل برضو يا سياده العميد علشان يتم يبقى هناك اربع قرارات يتم اتخاذها في مجلس اداره النادي الاهلي؟ لا طبعا، يعني ايه اللي حصل، احنا كلنا متابعين كويس جدا، وكانت مباراه تنظيميا كانت على اعلى مستوى، ولكن طبعا الاحداث المؤسفه اللي حصلت في نهايه المباراه دي، يعني والنادي الاهلي قال في بيانه اللي هو بيأسف على الاحداث اللي وقعت عقب مباراه السوبر المحلي اللي اقيمت في دوله الامارات الشقيقه، ووجهنا كل الشكر وكل التحيه للاخوه في دوله الامارات على التنظيم الرائع والاستضافه الرائعة، وده مش غريب على دولة الإمارات مع مصر طبعا، وكانت تنظيما فوق الرائع بصراحة، ولكن الأحداث المؤسفة اللي حصلت دون مبرر ودون أي وجود أسباب. ولكن احنا بنرجع نقول تاني إن النادي الأهلي بيلتزم دايما باللوائح، بيلتزم دايما بالقوانين. النادي الأهلي بقاله أكثر من سنتين يعني يسلك كل الطرق الشرعية والقانونية والطرق السلمية لوقف الهجوم والسباب يعني اللي بيثير احتقان الشارع المصري، واللي بيثير احتقان الجماهير، واللي بيثير الغضب للكثير من جماهيرنا ومن شبابنا ومن المجتمع المصري ككل. ايوه، طرقنا كل الابواب على مدار سنتين للجهات الرياضيه وغيرها عشان خاطر بس يا جماعه يعني اوقفوا هذه التجاوزات، سواء في حق النادي او في حق الجماهير. او يعني انت النهارده بتلاقي كل يوم اتهامات ليس لها مبرر، اتهامات بتخوض في اعراض، بتخوض يعني كل هذا الكلام، يعني الناس كلها مستاءة منه، وكان في حاجه يعني مش مبرره. وبناء عليه احنا بنرجع نقول تاني النادي الاهلي التزم في اللوائح والقوانين بقاله فتره طويله جدا، وما زلنا ومستمرين. يعني حضرتك حتى لو هتتابع قرارات النادي الاهلي، النادي الاهلي برضه ملتزم باتباع القوانين واللوائح، سواء اللوائح الدوليه او اللوائح اللي بينظمها الاتحاد المصري ما او اللوائح اللي بتنظمها اللجنه الاولمبيه. ده النادي الاهلي. ايوه، ده النادي الاهلي. انت النهارده بتقول انا عايز عوده الجماهير، النهارده النادي الاهلي عمره ما بيسكت على غلط، وبيتخذ دايما قرارات رادعه. يمكن كابتن محمود الخطيب ما فيش موقف، والنادي الاهلي يعني مش عايز اقول كابتن محمود، كل مجالس ادارات النادي الاهلي يعني يضرب بها المثل في هذا الكلام. ولو هنتكلم في التاريخ، احنا عندنا واقعه مش عايز بس اقول، يعني كان في كابتن ايمن رشدي يعني اشاره في نهايه مباراه كره الطايره الاهلي والزمالك، يعني عمل اشاره لجماهير الزمالك على الفور، اتخذ قرار بشطفه. احداث بتحصل في مباراه كره ميه او احداث بتحصل مشاجرات يعني في كره القدم، انت كابتن اسلام عارف النادي الاهلي دايما طباق للحفاظ على المبادئ والقيم الاخلاقيه، والاخلاق عنده قبل اي حاجه. ايوه، ولو احنا بنقول هذا الكلام او حد ما عنده تشكيك في هذا الكلام، لا، التاريخ موجود، الادله موجوده، الوقائع موجوده في قرارات النادي الاهلي دايما اللي بتحافظ دايما على اخلاقها. والنادي الاهلي دايما هو ده يعني عشان نقول مبادئ النادي الاهلي، احنا ما بنكذبش. ايوه، ده كابتن محمود الخطيب عقب انتهاء هذه المباراه بالاحداث وعقب عوده الفرقه او على الفور، اول حاجه كالعاده طلب تقرير من استاذ رئيس البعثه الاستاذ خالد الرندالي امين الصندوق، طلب تقرير من رئيس الجهاز كابتن سيد عبد الحفيظ علشان يطلع بنفسه شخصيا، ولو في حد يستحق العقاب من النادي الاهلي ايا كان. مهمه جدا النقطه دي يا سياده العميد، لانها البيان اشار ليها طبعا، ولكن برضو مهم جدا الشرح بتاعها. يا فندم انا بقول ده النادي الاهلي، ده كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته على الفور طلب تقرير بيقدمه رئيس البعثه. اي رئيس بعثه بيصاحب بعثه طلع في النادي الاهلي اول ما بيرجع لازم بيقدم تقرير لمجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره، سواء بالايجاب سواء بالسلب. طلب كابتن محمود الخطيب هذا التقرير من الاستاذ خالد الدرندلي، طلب تقرير من كابتن سعد حفيظ مدير جهاز الكوره، واجتمع خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا مع الاطراف كلها عشان يبقى هو ملم بكافه المواضيع، وبحيث اما تاخد قرار هتاخد قرار في حق كل من تجاوز قبل ما هندافع عن اي حد مظلوم، لا انت كنت هتاخد قرار وده النادي الاهلي. ايوه تمام. وبناء عليه انت ابتديت تتحرك في هذا الكلام، انت فوجئت النهارده بعقوبات خرجت من لجنه الانضباط طبعا، يعني
كل اللجنه وكل منظومه لها رؤيتها، ولكن هو كان الغريب شويه، انت النهارده العقوبات سريعه جدا، هل انت النهارده لحقت تجمع الاحداث دي كلها عشان خاطر تصدر هذه العقوبات؟ هل النهارده يعني وقفت فعلا زي ما اتقال؟ يعني انت النهارده من ضمن الحاجات تحت في ماده في المية جت من قناه ابو ظبي. النادي الاهلي على الفور، رئيس النادي تم مخاطبه قناه ابو ظبي رسميا. احنا بنتكلم بقى ده على حاجه منتهى يعني. ايوه يا فندم، في اخلاق، لازم يكون في صدق في هذه المواضيع. تم مخاطبتها رسميا، اترد علينا ان لم يتم تسليم اي مسؤول اي ماده في المية من خلال قناه ابو ظبي. ويمكن حتى لو هنتابع، لان احنا كنا في الاجتماع، هتلاقي في ناس بيقولوا انت دخلت قناه ابو ظبي في الموضوع ليه؟ لان فعلا لم يكن هناك ماده في المية. طب اذا انت استندت على ايه في عقوباتك؟ هنرجع نقول تاني، اصل احنا جمعنا من الفار، يبقى انت في الاول في عدم مصداقيه في هذا القرار. مظبوط. هنرجع تاني هنقول العقوبات اللي تم اتخاذها من لجنه الانضباط، يعني عقوبات صدرت انت شايفها فيها كيل بمكيالين. طبعا. النهارده هناك فعل واضح تم يعني في الملعب على مرأى ومسمع، يعني يعاقب عليه مدنيا وجنائيا. هنسيبنا بقى من رياضيا كمان، لا ده يعاقب عليه مدني فعل واضح على مسمع ومرأة. هل عقوبة هذا الفعل الفاضح هل ده نكتفيه في مجتمع شرقي في دولة مضيفة ليك في الإمارات أو في، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. كان بالأولى النهارده يبقى في عقوبة رادعة كان كل الناس تلتزم، لكن هناك كيل بالكيلين. هو له الحق طبعا، هو ريسلينج الانضباط له الحق، ولكن اللي احنا بنتكلم فيه النهارده اللي فيه كيل بمكيالين في اتخاذ القرارات. هو ده كان على بناء عليه النادي الاهلي اجتمع النهارده مجلس اداره النادي الاهلي واخذ قراراته حفاظا على المبادئ وحفاظا على الاخلاقيات وحفاظا على الرياضه المصريه، وعلى ومتمسكين بخوض مباراتنا غدا ان شاء الله باذن الله واستمرار الرياضه. احنا اول ما النادي دايما عشان خاطر الصوره اللي هم عايزين يوصلوها، النادي الاهلي هو اللي بيعمل مشاكل، والنادي الاهلي بيستقوى، عمر ما النادي الاهلي بيستقوى جماهيره، النادي الاهلي بيحترم جماهيره، النادي الاهلي بيخاف على جماهيره، النادي الاهلي بيخاف على الشباب المندفع، ودايما انت بتحط بترسخ لهم مبادئ، يا جماعه اهدوا شويه، بلاش في لوائح في قوانين، وانت كابتن اسلام متابع هذا الكلام كويس طبعا. قوي، انت مطلوب منك تناشد جماهيرك يوميا. يا جماعه نحترم الامن لو عايزين نرجع المدرجات بالظبط، النهارده لو عايزين بتحترم وبتتعاون مع الدوله في تطبيق الـ يعني ازاي هنرجع المدرجات الفان اي دي، وتعاقدت مع شركه تذكرتي وتعاقدت مع الشركه الافريقيه عشان تحافظ على جمهورك، عشان خايف على شبابك، عشان خايف على اولادك، وفي الاخر بترجع تقول اصل النادي الاهلي هو لا احنا ما بنتحماش في جماهيرنا، احنا بنخاف على اولادنا. ولكن النهارده انت عايز ترسخ مبدا، المبدا لازم الكل يلتزم باللوائح، لازم الكل يبقى عارف كويس قوي ان هناك ليس هناك ظلم، ليس هناك كيل بمكيالين. ده اللي كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته الاتجاه اللي بيسير فيه، ولن يعني مش هيغيره، حفاظا على حقوق النادي الاهلي باللوائح، حفاظا على حقوق النادي الاهلي بالقوانين. هو ده اللي احنا بنتحرك فيه. البيان يا فندم عليه. البيان ايضا اشار فيه اربع قرارات. اتفضل. قول لي يا حبيبي. البيان برضو اشار لمسؤول سيتم الاتجاه الى الفيفا او الى المحكمه الرياضيه او الى كذا او الى كذا علشان يتم ايقاف السيل من السباب والشتائم والخوض في الاعراض واشياء مثل هذا الامر، وبقى لنا الحقيقه سنتين زي ما حضرتك قلت اتكلمنا في كل هذه الامور. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، انت بتلجا لهذا، يعني انت بتقول بقى هلجا لذا ليه؟ لانك انت بقالك اكثر من سنتين يعني بيخاص اعراض، بتواجه كل يوم الفاظ خارجه وبتواجه اتهامات. انا واحد من الناس انا متهم يوميا ان انا بحرض الجماهير. وانا يمكن هو انا بتكلم يعني احنا بنتكلم القهوه اللي ورا اللي مش عارف ايه اللي في البتاع اللي في اي ماشي وعمرنا ما طلعنا ردينا وما في فرصه بنرد بادب عشان خاطر ده النادي الاهلي، وهناك بالزبط. ناس كثيرين يقعدوا معاك يقول لك بس احنا عارفين كويس، ولكن من الواضح ان هذه المفاهيم بيتم ترسيخها بقصد وبعمد. لا احنا الحمد لله رب العالمين، احنا الحمد لله ناس مسؤوله، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي انا شهادتي فيه مجروحه اخلاقيا ويعني كل حاجه واداريا وكل حاجه، انا شهادتي هتبقى فيه مجروحه، ولكن انت النهارده انت بتلتزم وعايز ترسخ مبدا الاخلاق لدى شبابنا، الاخلاق لدى جمهورنا، الاخلاق لدى لاعبتنا. مش كل حاجه يا جماعه، اخر حاجه الدراع دي غلط، الرياضة عمرها ما كانت كده، الرياضة لها يعني في مكسب وفي خسارة، وفي نفس الوقت ازاي انت بتدعم في نفسك؟ النادي الاهلي الموسم اللي فات اما كان عنده اخفاقات
اول حاجه عملها على مستوى الالعاب كلها بدايه من كره القدم ل 17 او 18 لعبه للنادي الاهلي مشارك فيها، دعم يعني كابتن محمود الخطيب قال كل واحد عايز حاجه جابها له، مجلس اداره وفر كل السبل، ما دخلتش على حاجه ليه؟ لانك انت بتدور على بطوله، بس قبل ما بتدور على بطوله بتدور على الاخلاق، بتدور النهارده اللي انت ما تظلمش حد. كابتن النهارده رئيس النادي بيبقى قاعد عشان خاطر ياخد قرار تجاه اي حد سواء تنفيذي او لاعب، او يقول لك انا اهم حاجه ما نكونش ظالمين، فبيفضل يتاني في قراره كتير جدا، يعني كلكم عارفين هذا الكلام. نعم. ده اللي بيحصل في الغرف المغلقه، يمكن احنا عشان خاطر اصول النادي الاهلي ما ينفعش نطلع اعلاميا كتير وما ينفعش نتكلم كتير، ويعني بتقول بتفوجئ اللي انت النهارده بتتهم في عرضك، بتتهم في بتسمع الفاظ، بتتهم في حاجات انت اصلا يعني ما ينفعش تتقال، يعني كل واحد معروف في النادي الاهلي هو مين، معروف في مصر هو مين، ومعروف وطنيته هو مين، فمرفوض تماما اللي حد يزايد هذا الكلام. هناك احداث مؤسفه حدثت، هذه الاحداث انا من رايي المتواضع كان ممكن تنتهي اذا كان هناك ايذاء رابع لكل الاطراف المخطئه، وليس هناك يكون كيل بين كيلين. كل واحد له وجهه نظره، لان ده هيبقى شايف هو ده عمل الصح، لا هو ده غلط، لان انت النهارده بنيت حيثياتك، وده يعني طبعا يعني شيء مرفوض، وانا يعني مش عارف اقولها ازاي، ما ينفعش تقول انا جبت فيلم من ابو ظبي وعندي ساعه وتطلع في الاخر هم اللي بيكذبوك، فالشكل العام مش كويس. يعني هتعاون معاك، يعني هنتعاون في هذا المنطلق ازاي؟ في هذا المنطلق ازاي؟ ازاي نتعاون؟ انت ده انت يعني بتكذب لاتخاذ قرار معين، لا هي العمليه طالما في اتخاذ قرار معين وفق اهواء معينه، وفق هواء معين، طالما انت راجل مسؤول النهارده لازم تجرد نفسك من هذه يعني العواطف، لازم تجرد، ما فيش عواطف في المسؤوليه، كل واحد يلتزم بدوره، كل واحد يلتزم بمسؤوليته تجاه بلده وتجاه ناديه وتجاه الرياضه، لان في الاخر دي اسمها رياضه. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. كابتن حسام عاشور كابتن النادي الاهلي عقب المباراه راح حضن كابتن شيكابالا المفروض، وشريف اكرام، وشريف اكرامي نفس القصه، ده سلوك. خلي بال حضرتك برضو، لا كان في برضو، انا اسف بقى دي انا هقولها من عندي، كان محمود علاء الحقيقه برضو راح وسلم على اللعيبه، وكان في سلام ما بينه وما بين ما بينه وما بين فايلر، ايضا محمد عبد الشافي واحد من جمهور النادي الاهلي. حقيقة محمد عبد الشافي، لان محمد عبد الشافي شخصيه محترمه الحقيقه. يعني يبقى انت اذا انت كلاعب فاصبحت مسؤول وعليك مسؤوليه، اللي انت النهارده بالظبط كده شباب، في شباب بتقلدك، ازاي بقى انت النهارده يبقى مسؤوليتك دي الناس تحذو اخلاقك؟ يعني انا النهارده برضو مش هقول كابتن محمود عشان بقى، لكن انت بتجيب ابنك، انت يا ابني لازم تبقى اخلاق، لازم يبقى عندك قدوه، فالقدوه ده هو كابتن محمود الخطيب، ده قدوه، عايز تبقى كابتن محمود الخطيب ولا عايز، مش عايز اقول يعني، هي دي القصه. أيوة. بتربي شبابك النهارده ازاي يبقى عندها قدوه؟ النهارده ما في قدوه ازاي؟ النهارده هيبقى هتواجه الشباب ازاي؟ انا عندي مباراه يوم 30 يوم 29 في استاد القاهره. مطلوب توعيه كامله لجماهيرنا، احنا ما صدقنا بالتعاون مع الدوله وبالتعاون مع الجهات الامنيه اللي تعبانه في النهار اللي احنا نلعب في الكلمة. والله يا سياده العميد انا كنت ناوي اتكلم، لكن الاحداث زي ما حضرتك شايف متلاحقه، ان شاء الله بعد مباراه بكره يوم الاربعاء ان شاء الله لازم هنتكلم فيها في هذا الموضوع، علشان برضو الناس تعرف قد ايه المجهود اللي بتبذله الدوله وبتبذله مجلس اداره وبيبذله مجلس اداره النادي الاهلي لعوده سواء جمهور النادي الاهلي او الجمهور المصري في كل الاستادات. وفي نفس الوقت برضو المجهود اللي انت بتوصل ازاي تطبق اللوائح، هذه رياضه، ازاي تطبق اللوائح والقوانين. أيوة. النهارده نادي الاهلي او اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي كله بيحترم لان بعضه، لان هناك لوائح، هناك قوانين. أيوة. لو في اي مشكله عارفين اللي في شؤون قانونيه بتحقق، في مجلس اداره بيعتمد الجزاءات، في كل واحد بياخد حقه طبقا للقانون. لان دي هتبقى كده هتبقى في غابه، هو ده اللي بيقول عليه. واحنا نبهنا اكتر من مره خلال السنتين اللي فاتت، وما ينفعش بقى اما تبقى يعني السباب والاتهامات والكلام ده كله بيحصل من مسؤول، هذا غلط. ده مرفوض، ده مرفوض، تمام. فبناء عليه انت النهارده وصلنا لهذه النتيجه، طب انت النهارده في لاعب النهارده يعني فعل فاضح يعاقب عليه القانون المدني والجنائي. ايوه. مش بقى في الرياضه النهارده كمان. فاهم ازاي؟ ده فعل فاضح يعاقب عليه قانون مدني وجنائي، يخدش الحياة للمجتمع سواء المصري او المجتمع الاماراتي، هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، كنا نتوقع وكنا نتمنى ان يبقى في عقوبه على هذا الفعل. عموما ايوه صح. عموما انا فندم بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وايضا كلام واضح وصريح
ومنطقي جدا، وهو تفصيل الحقيقة لكل ما تفصيل البيان، يعني بيان النادي الأهلي وكل ما جاء في بيان النادي الأهلي زي ما حضراتكم شفتوا.